برنامج عيون مصر لكل مصري ولأي مصري بيحب البلد وبيخاف عليها. لو شايف أي حاجة أنت مش راضي عنها أو حاسس إن هي بتمثل خطر على سمعة مصر، ياريت تكلمنا وهنديك الحق إن أنت تتكلم بصراحة وتدينا الحق إن إحنا نستدعي المسؤولين ونسألهم عشان نعلم من جديد ببلدنا مصر. في برنامجنا وبرنامجكم عيون مصر. واستجابة لأحد المشاهدين، نزلنا بكاميرا البرنامج عشان نصور ونعرف إيه اللي هو عايز يقوله لنا. ومن عزبة الشرقوة بمحافظة البحيرة كان لنا هذا اللقاء. أتعرف حضرتك؟ عبد العزيز شطا، خريج كلية التجارة وبشتغل مزارع. ومين أبو المكارم اللي أنت بعت لنا شكوى عن لسانه عبد العزيز؟ عم أبو المكارم أرضه جنب أرضنا، ولو أرضه راحت أرضنا كمان هتروح. قلت له اشتكي، قال لي لا يمكن أسيب أرضي وهو قاعد على أرضه بقاله جي شهرين. وهو ليه مش عايز يشتكي؟ لا، ده أنا بعت بناء على رغبته، هو اللي قال لي أبعت لكم الجواب، أهو قاعد هناك أهو. مساء الخير يا عم ابو المكارم. اهلا 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 بيك، مساء الخير. انا داليا، مذيعه برنامج عيون مصر. انا عارفك. ايه شكوتك يا عم ابو المكارم؟ انا لو اشتكيت هشتكي واحد بس. مين هو؟ ايه يا عم ابو المكارم سكت ليه؟ كمل ما تخافش. يعني حضرتك توعديني ان الكلام اللي هقوله مش هتشيليه من البرنامج؟ اوعدك ان انا هعرض مشكلتك زي ما هتقولها بالظبط، مهما كان اللي هشتكيه. مهما كان. النايب بتاعنا، النايب بتاع دايرتنا اللي وقفنا كلنا وراه ونجحناه، ابوك. ابويا ناجي بيه طحون. نفسي افهم انت بتضحك على ايه دلوقتي. هو ممنوع اضحك؟ هو ممنوع اعرف انت بتضحك على ايه؟ على النكته اللي انت قفلت قبل ما نكملها دي. صحيح يا ناجي، انت وطيت الصوت ليه؟ ما تنقطينا بسكاتك انت رخرة، مش كفايه اللي بتعمله بنتك؟ ايوه صحيح بنتي، والحمد لله انها مش طالعه لك. بكلمك بجد يا ناجي، اشكر داليا. اشكرها على ايه؟ على الفضايح اللي بتعملها لابوها؟ لا، اشكرها انها لفتت نظرك. انت تحت العين يا ناجي. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ النار اللي ولعتها داليا دخانها وصل للمسؤولين في مكاتبهم وفي بيوتهم. مين؟ شهاب باشا. طب استنى ما تردش. يعني ايه؟ يعني ما تردش دلوقتي، ما يطلبك تاني. مش فاهم. يعني لو حاجة مهمة اكيد هيطلبك تاني. اهدى. صدق صح. ده لسه بيرن. سيبه يرن. بعد اللي شفته ده كله لسه ناوي تشتغل مع عمك؟ والله ياما انا قبل ما اشوف البرنامج كنت متردد، بس دلوقتي انا قررت. قررت ايه؟ هشتغل معاه. بعد اللي عرفته ده كله؟ ما هو مش معقول يعني واحد زي ناجي ده يكون حاطط ايده على فلوس جدي ويبقى بيت عن عيني. رايح فين؟ والله العظيم يا محروس في شتك عايمه كده ليه؟ ايه يا ابني مالك؟ بصراحة أدهب شكلها نكتة. هي ايه دي اللي نكتة؟ أنا بقى بقال بعد دبلوم الزراعة والاجتهاد الدراسي ده كله، بقى بقال ويتعدى عليا بضاعة. طب افرض حد من أصحابي قال لي أنت بقال يالا، أقول له إيه؟ أوه، أنت هتزمزق من أولها، هتشتغل ولا لأ؟ يا عم ماشي، بس بقال. يا عم ابتديها بقال، وبعد شوية مين يعرف؟ مش جايز يطلع لك عم أو خال ويعدوك. منين أدهب؟ ما أنت عارف أبويا الله يرحمه كان مقطوع من شجرة، وامي كانت وحيدة برضه هي كمان. وبعدين يا ادهم البقالة دي ضد احلامي. ولا ما توجعش دماغي على الصبح، هتشتغل ولا اشوف حد غيرك؟ يا عم خلاص، ما انت عارف حلم اخوك بيبتدي منين يا ادهم. حلمي بيبتدي من اي شط ينتهي في اي شط تاني بعيد عن هنا خالص، في اوروبا، في اي حتة، في اسبانيا، في ايطاليا، ان شاء الله حتى في لوس انجلوس. ولا انت عبيط يالا؟ بقى تسيب الدكانة وتروح للشيمي؟ تصدق يا ادهم، الشيمي بقاله كام يوم كده بيجيلي في المنام. الله اخباره ايه صحيح؟ هيروح فين يعني؟ تلاقيه غطس له في اي حته وشويه ويقب على وش الميه. هو انت مش قلت لي المركب غرقت؟
انت بتصدق الكلام ده؟ ما انت اللي قايله بنفسك يا ابني. المركب وصلت والعيال شغالين وبيعدوا الفلوس عد. يعني ايه؟ حتى لو المركب دي غرقت باللي فيها هيحصل ايه؟ قضية نصب واحتيال، وبمحامي شاطر وشوية فلوس هيطلع منها زي الشعرة من العجين. بقولك ايه؟ البضاعة اللي هتاخدها هتدفع تمنها. الله الله، ايه المعاملة دي يا أدهو؟ مش أحسن ما تاخد أجرتك كلها بضاعة؟ ده كده شكلي هتدين مش بأجرتي. طب اسمع يا محروس، أنا عايزك تاخد بالك من الدكانة عشان أنا نازل عندي شغل. هتروح فين يا عم؟ ما تسيبنيش لوحدي مع العسلية دي، ده كده هتدين أكتر. هنزل دمنهور. طب اتكل على الله ربنا يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تتأخرش عشان هخلص العسلية وأخش على الكراتين اللي جنبي دي. ادخل. صباح النور. قبل اي حاجه عايز اقول لك التليفون عندي ما بطلش رن من ساعه ما خلصت الحلقه. الحلقه عامله صدى يجنن. يا ريت حضرتك تكلف حد غيري بتقديم البرنامج ده. ولا اعتذر مني عن البرنامج. لا الموضوع خلاص ما بقاش بايديا. ما بايد مين؟ سعاده الوزير شخصيا. انا مش فاهمه حاجه. قبل ما تخلص الحلقه اتصل بيا السيد الوزير وشكرني وبيحسدني على وجودك معانا في تلفزيون اسكندريه، وقال ان البرنامج ده دليل على الديمقراطيه وحياد الاعلام. لا واسنى على شجاعتك لانك قدرت حوار مع واحد بيتهم ابوك بالفساد. يا ريت حضرتك تشكره لي وترفع له الطلب بتاعي ده، لاني فعلا مش هقدر اكمل. ما ينفعش. صدقني مش هقدر اكمل. ازاي يا هاني؟ ازاي تجرس ابوك وتفضحيه على الملا كده؟ انت الظاهر مش عارفه ابوك ده يطلع مين. انا ما اعرفش ان هو ابويا وبس. واهم واحد في المحافظه دي وعضو مجلس الشعب وراجل اعمال بيشتغل بسمعته. تقوم تيجي انت يا بنت امبارح يا مفحوصه انت والراجل العويل اللي اسمه ابو المكارم ده وتفضحوني بالشكل ده؟ ها مين اللي سلطك عليا؟ مين هو؟ ليه حضرتك بتتعامل معايا ان انا عدوتك وكاني تعمدت ان انا اشوه صورتك قدام الناس؟ حضرتك نسيت ان انا بنتك وان سمعتي من سمعتك؟ اه صدقي صح. طيب ما تقولي لنفسك يامه. هو انا لسه هقول لنفسي؟ انا قلت لنفسي خلاص. احب اطمنك انا اعتذرت عن البرنامج ومش هعمله تاني ابدا. ليه؟ كنت ناويه تعملي ايه اكتر من اللي انت عملتيه؟ خلاص يا بابا، ما افتكرش ان انا هقدر اعمل اي حاجه تاني. هقابل الناس ازاي باي وش؟ احسن برضه. بقى شاب باشا على التليفون، ارد ولا لا؟ ما احنا اتفقنا انه لو طلبك تاني بقى الموضوع مهم، وما دام الموضوع مهم يعني ارد ولا لا؟ طبعا لازم ترد. الو؟ ايوه يا شاب باشا. لا انا اسف جدا سعادتك، معلش كان سايلنت وكان بعيد عني. ايه؟ انسى موضوع الارض خالص؟ خلاص اللي تشوفه سعادتك هنساه خالص. الله يبارك في سعادتك، بس معلش عدم الوضع على ايه يعني؟ بنت داليا؟ متشكر جدا. لا اؤمر سعادتك. في رعايه الله، مع السلامه. ايه؟ شهاب باشا بيبلغني ان وزير الاعلام شخصيا معجب قوي ببرنامج داليا. هايل جدا. لا وايه؟ عايزه كمان يتذاع على القناة الأولى كمان؟ أيوة، ومدام عرفوا البرنامج وشافوه يبقى أكيد شافوا اللي اتذاع في البرنامج. تفتكر يا بهجت ممكن يستخدموا بنتي سلاح ضدي؟